السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحييكم من قناة راما تشانل. والنهاردة إن شاء الله جايبين لكم حلقة جديدة في برنامج تعليم الإكسل. النهاردة هنتعلم بشكل سريع طرق إخفاء ورقة العمل داخل برنامج الإكسل. طبعا ورقة العمل داخل برنامج الإكسل اللي هي الورك شيت، زي مثلا دي، أنا هنا مثلا عندي ورقة عمل أنا مسميها فرع الزمالك. فمجرد ما بتقف عليها كده بتظهر لك البيانات الخاصة بالمبيعات الخاصة بفرع الزمالك. في ورقة عمل تانية اسمها فرع المعادي، في ورقة عمل تالتة هي فرع العبور، وورقة عمل رابعة فرع العشر. فأنت بمنتهى البساطة في أكتر من طريقة تقدر تخفي بيها ورقة العمل بتاعتك، وفي نفس الوقت في طريقة تقدر تخليك ما فيش حد يدخل على الشيت، وحتى لو هو عارف طرق الإخفاء ما يقدرش إن هو يظهر الشيتات بتاعتك. إزاي؟ أول طريقة إن أنت بتيجي تقف على ورقة العمل، ولتكن مثلا فرع الزمالك ده، وإنت عايز تخفيه، فبتعمل إيه؟ بتعمل كليك يمين كده عليه، وبتلاقي فيه حاجة اسمها هايد، بتضغط عليها كده، فهتلاحظ ان ورقة العمل ما بقتش موجودة، مفيش فرع الزمالك مش موجود. طيب دلوقتي لو اي حد جه وقف على اي ورقة عمل تانية او على اي ورك شيت تانية وعمل كليك يمين كده، هيلاقي ان الانهايد اتفعلت. ففي الحالة دي لو هو ضغط عليها كده هتظهر له الشيتات اللي معمول لها هايد من قبل كده او اللي معمول لها اخفاء. فمجرد ما بيشاور عليها كده وبيعمل اوكي، بتبتدي انها ايه، تظهر معاه تاني. طيب امتى ما تظهرش معاه؟ ما تظهرش معاه لو انت عامل حماية للشيت بتاعك. طيب تعال نجرب كده. احنا قلنا اول طريقة انك هتعمل كليك يمين وهتضغط على هايد، اهي فرع الزمالك اختفى. هتروح مباشرة على تاب فيو فوق وهتضغط على بروتكت ورك بوك. دي معناها ايه؟ دي معناها انها بتعمل لك حماية على الشيت بتاعك، بحيث ان مفيش اي حد يقدر يعدل على التغييرات اللي انت عملتها. فهتضغط عليها كده، هتبتدي ان انت تدخل له باسورد، اهي انا مثلا مدخله هنا 3 1 1 1 1، وهقول له اوكي. هيقول لي عيديها تاني، هقول له اوكي. تمام، خلاص انت كده عملت هايد لفرع الزمالك وعملت ايه، حمايه للشيت بتاعك. تعالى هنا بقى كده، اي حد دخل وعمل كليك يمين على اي ورقه هيلاقي ايه، ان الانهايد دي مش متفعله والهايد مش متفعله، مفيش حاجه متفعله عنده. فانت بكده هتكون حميت الورقه بتاعتك او الشيت بتاع الاكسل بتاعك. طيب انت عايز ترجعها تاني، اول حاجه هتعملها انك هتشيل الحمايه، اهي من ريفيو هتضغط على البروتكت ورك بوك، وهتبتدي ان انت تدخل ايه، الباسورد بتاعتك، وهتقول له اوكي. تروح بقى تقف على اي ورقه عمل، هتلاقي الانهايد موجودة اهي، اضغط عليها هتلاقي فرع الزمالك، قول له اوكي، هيبتدي يظهر معاك. دي كده كانت الطريقة الاولى في اخفاء ورقة العمل او الورك شيت. طيب في طريقة تانية تقدر تخفي بيها ورقة العمل بتاعتك، ايه هي؟ ان انت تقف على ورقة العمل كده وتضغط كليك يمين، وهتلاقي في حاجة اسمها ايه، فيو كود. افتح كده الفيو كود دي، هتلاقيه هو اوتوماتيك واقف على ورقة العمل اللي انت كنت واقف عليها اللي هي شيت 1. انزل من تحت هنا هتلاقي في حاجة اسمها بروبرتيز شيت اللي هي دي. طيب لو البروبرتيز شيت دي مش موجودة تجيبها منين؟ تضغط من فيو هنا، هتلاقي في حاجة اسمها البروبرتيز ويندو اهي، او تضغط الاف 4 فهتظهر لك دي اللي موجودة عندك. طيب من وانت واقف على الشيت كده هتنزل تحت عند حاجة اسمها فيزيبل او عملية الاظهار، وهتفتح السهم ده كده، هتلاقي هنا كده عندك اول اختيار معناها يظهر لك الشيت، هو بالفعل الشيت ظاهر. تاني اختيار يعمل لك هيدن للشيت، بس ده بيكون هيدن عادي، يعني الشخص من بره يقدر يعمل له ان هيدن. الاختيار التالت ودوت فيه ميزة كبيرة جدا، ان الشخص ما يقدرش يعمل ان هيدن من بره، هو دوت اسمه ايه، very hidden. لما بتختار ال very hidden كده هو بيتنقل على الشيت اللي وراه، خلاص انت كده عملت hidden ليه. اطلع بقى كده بره هتلاقي فعلا فرع الزمالك مش موجود، اضغط بقى كليك يمين كده على اي فرع هتلاقي الايه، unhide دي
مش متفعلة أصلا، مع إن أنت ما عملتش حماية للشيت. يعني أنا لسه أهو ما عملتش حماية، خلاص. فديت كده اللي اسمها إيه، very hidden. طيب ال very hidden دي أو ال very hide دي، أنا أجي عايزة أرجع تاني فرع الزمالك، أرجعه إزاي؟ أي ورقة عمل من دولت هتعمل عليها كليك يمين كده، وهتروح على ال view code تاني، تمام، وهتروح على الشيت بتاعك اللي هو مكتوب عليه very hide ده اهو، وهتخليه ايه visible اللي هو الاختيار الاولاني. بص اهو فرع الزمالك رجع تاني. طيب لو انت مثلا عايز تخفي اكتر من فرع، عادي خالص، هتدوس على الفرع وهتدوس على كنترول كده من على الكيبورد، وهتبتدي تدوس على ايه، على الفروع اللي انت عايز تعمل لها هيدن، ومره واحده يا اما هتضغط هيدن يا اما هتضغط على تدخل على الفيو كود، وتبتدي تعمل لكل ايه شيت من دولت هايد، تمام. فانت هنا كده انت علمت على الثلاثه، على الثلاث ورقات عمل، هتضغط على هايد اهي، الثلاثه ما بقوش موجودين، اقف على اي ورقه شيت تانية واعمل ان هايد، هيظهر لك الايه الفروع اللي انت او ورقات العمل اللي انت عملت لها ايه اخفاء. هتقف على اللي انت عايزها تظهر وهتعمل لها ايه ان هايد كده اهي، على اي واحده وتقف ان هايد، وتروح منزل ايه الحاجه اللي انت عايزها. طيب الطريقتين اللي احنا عملناهم اللي هي الهايد والفيو كود، كان فيهم حاجه مشتركه، ان انت لازم على الاقل تسيب ورقه عمل موجوده، ما ينفعش تخفي كل ورقات العمل. طيب تعمل ايه عشان تخفي كل ورقات العمل ديت ما تكونش ظاهره عندك؟ دي بقى هتجيبها من الايه، من الاوبشن الخاصه بفايل. يعني هتروح على تاب فايل كده، وهتنزل على اوبشن، وهتيجي هنا كده من ادفانسد، انزل تحت بقى، بص هنا كده اهو، هتلاقي هنا كده اسم الشيت بتاعك، اسم الورك شيت بتاعك، وهتلاقي في حاجة عندك اسمها ايه شو شيت تابس. لو شلت علامة الصح دي من عليها، هيخلي لك كل التابس اللي موجودة في الشيت بتاعك مش موجودة، وقول له اوكي اهو، مفيش اي تاب موجودة تحت، مفيش اي تاب خالص خاصة باي شيت ولا ورقة عمل موجودة. لكن في الطريقتين الاولانيين اللي هي الفيو كود والهايد، كان لازم يكون في ورقة عمل موجودة. طيب عايز ترجعها تاني، نفس النظام، من فايل هتروح على اوبشنز، وهتروح على ادفانسد، وهتنزل هنا كده، وتفعل الاختيار اللي هو ايه شو شيت تابس، وتقول له اوكي، هتلاقي كل ورقات العمل عندك ظهرت عادي خالص. بتمنى ان حلقة النهاردة تكون فادت ناس كتيرة، بتمنى لكم كل التوفيق، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.